كانت العقيدة تلزمني باختيار الصديق الجيد، تقول لي ما دام أنت مسلم يجب أن تختار كل شيء عندنا بالإسلام، ها؟ فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية كثير من الجوانب الإسلام يحتم علينا الاختيار. الإسلام يأمرنا أن نختار الزوج الصالح، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. الإسلام يقول اختر صاحبك، من تجي تمشي ويا واحد اختاره، هذا ابن منه، ها؟ أبوه منه، أمه منه، خالة منه، عمه منه، الإنسان يعرف بقرينه. يا سيد الكريم، من وضع نفسه في موضع الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. إذا أنت خوش آدمي وجايدة تمشي لي ويا واحد سيء وتريد من يجي المجتمع يحكي عليك تقول له ليش دا تحكي علي؟ أنت خليت نفسك في موضع الشبهة. الإسلام يأمرك باختيار الصديق الجيد، ها؟ من تجي تتزوج لك وحدة وهاي الوحدة تحطمك وتخونك وما تربي جهالك وتطلع من بيتك بدون إذنك وتدمرك وتقطع صلة أرحامك ويا أقاربك وذوي رحمك، تقطع الصلة، بعدين تقعد أنت تقول شلون قسمة هذه؟ أي قسمة سيد الكريم؟ شنو هالجهل هذا اللي دي يتفشى عندنا؟ شو انتبه لي؟ شو دي تعال خلي نسولف أنا وياك؟ أي قسمة هذه؟ الإسلام ده يقول اختيار، رسول الله يقول اختاروا لنطفكم، تجي أنت تقول لي قسمة؟ الإسلام يقول لك اختار الصديق، اختار الصاحب، تجي تقول والله هذا قضاء الله علي وقسمته، شو كلام هذا؟